هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الحكماء، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، الله عز وجل يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الناس مواهب وطاقات، الناس مفضل بعضهم على بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولكن كتير مننا لما يسمع الآية يتبادر ذهنه على طول أن الرزق المقصود به الرزق بالمال، ولكن الرزق في شتى المجالات، سواء كان الرزق بالعلم أو بالحكمة أو بالقوة أو ما شابه ذلك، ليس مقتصرا فقط على المال. الموهبة هي عطية يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، هي عبارة عن يعني أداء متميز في مجال من المجالات. ويمكن دايما بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمان القرآن بنحرص نأتي بشباب عندهم مواهب، سواء كان في القرآن والإنشاد، ولكن النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى حبينا يكون في تغيير شوية، يكون في تنوع شوية في برنامج ترجمان القرآن. فالنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الموهبة في الإسلام. كتير من الشباب عندهم موهبة بس مش عارفين إزاي يستغلوها، إزاي يعني ينموا الموهبة عندهم، وخاصة وإن للأسف إن شئت فكل البلاد العربية والإسلامية تعمل جاهدة على قتل هذه المواهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يمكن تلاقي أغلب الموهوبين سواء كان من البلاد العربية والإسلامية تجدهم موهوبين في بلاد الغرب، تأخذوا مثلا أمريكا، حتى هناك إحصائية تقول أن أمريكا فيها أغلب يعني موهوبين من بلاد العرب، من بلاد العربية والإسلامية. طب ما السر؟ وجدوا البيئة الخصبة. للأسف كثير من المواهب لا يجدون البيئة الخصبة في بلادهم، لذلك مواهبهم للأسف تقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة هنتكلم عن الموهبة في الإسلام، وبخاصة موهبة الشعر. لذلك إحنا يمكن يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة أن يكون معي اثنان من الشعراء، من الشباب ممن تميزوا في هذا المجال، المجال الشعري. فضلا عن ذلك، يمكن لو أي شاعر تعرفنا عليه أو قرأنا عن قصة حياته بلا شك هتلاقيه ملتحق بكلية اللغة العربية، أو تخرج من كلية اللغة العربية، أو من دار علوم. ولكن الجميل النهاردة مع شبابنا اللي هم الحاضرين معنا في هذا اللقاء، إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى تميزوا دينيا وعلميا، حفظوا القرآن كاملا عن ظهر قلب، تميزوا في دراستهم، التحقوا بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر الشريف. فضلا عن ذلك أنهم بفضل الله شعراء، يعني شعرهم فصيح بفضل الله سبحانه، يمتازون يعني حلاوة وجمال التبيان وفصاحة اللسان. فضلا عن ذلك إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى في كلية الطب، فلا واحد لا يستطيع أن يعرف كيف يجمعون بين دراستهم في الطب وبين دراستهم للشعر. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أول شخص حاضر معنا في هذا اللقاء أخي وحبيبي في الله، الدكتور الشاعر عبد الناصر سليمان. أنا سعيد عبد الناصر، مرحبا بك، حياكم الله. أما النموذج الآخر والضيف الآخر الحاضر معنا في هذا اللقاء أيضا، هو بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا ملتحق في كلية الطب البشري جامعة الأزهر، هو من الشعراء، بل وحاز على لقب أمير الشعراء في مسابقة أقيمت بكلية الطب على يعني مستوى جميع الطلاب، وحصل على درع ملقب بأمير الشعراء في كلية الطب. أخي وحبيبي في الله الدكتور إسلام عبد الرحمن. أهلا وسهلا دكتور إسلام، حياكم الله، بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. دائما يمكن نستمع لدكتور عبد الناصر دكتور إسلام أن الحكمة دائما هي ضالة المؤمن. يمكن كم من قلوب قاسية لانت بسبب الحكمة، وكم من قلوب تتألم ولا تستطيع أن تزيل جراحها وآلامها بسبب عدم الحكمة، كم من بيوت فسدت بسبب عدم الحكمة.
الله عز وجل يعني كيف بك الحال إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى وصف وهو خالق والحكمة سبحانه وصف سيدنا لقمان بأنه حكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى نبي الله داود ونبي سليمان أوتي الحكمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك العديد، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة من حكمته صلوات ربي وسلامه عليه أنهم حينما تحاكموا إليه في قضية وضع الحجر الأسود فقال يعني نأخذ ثوبا نضع عليه الحجر وكل فرد من أفراد القبيلة يمسك بطرف من الثوب ويضع الحجر، فبحكمته صلوات ربي وسلامه عليه منع الاختلاف والنزاع بين القبائل. أيضا من حكمته صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الطائف حينما رموه بالحجارة وسبوه وطردوه، ومع ذلك حينما أتى إليه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي جبلان بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يمتاز بالحكمة في يوم فتح مكة حينما قال لهم ماذا ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف المشركين اللي قلبوا عليه القبائل، اللي حرضوا على قتله، اللي آذوا أصحابه، اللي طردوه من بلده، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شوف بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن يبقى السؤال دكتور عبد الناصر، ما الحكمة وهل للحكمة تأثير على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحكمة تدور في كلام العرب على معنى، على معنى المنع. تأتي في كلام العرب على معنى المنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الزلل ومن الوقوع في الخطأ ومن تقديم المفضول على الفاضل ومن تقديم المهم على الأهم. دايما ترشد الحكمة صاحبها إلى أن يضع الأمر في نصابه الصحيح. صحيح. ومنه أيضا سمي الحاكم وحاكما، سمي الحاكم من الحكمة لأنه يمنع من الظلم، لأنه يمنع من الظلم. إذن تدور معانيها في كلام العرب على المنع. أما تعريفها عند العلماء فهناك سياقات متنوعة وتعريفات متنوعة، لعل أجمعها ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين، فقال الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي في الوقت الذي ينبغي. جميل. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مثلا الأمر بالصلاة، هذا النصح بالصلاة، إذا أردت أن تنصح أحدا بالصلاة هذا الفعل، هذا هو الفعل الذي ينبغي. لابد أن يكون له طريقة تناسب حال المدعو. صحيح. وله وقت يناسب حال المدعو. مثلا ليس طريقتك في الدعوة مع ابنك كمثل طريقتك مع جارك كمثل طريقتك مع صديقك وهكذا. وليس كل الأوقات تناسب، وليس كل الأوقات تناسب، فهناك أوقات يصلح فيها الدعوة وهناك أوقات لا يصلح فيها الدعوة. هذا الحكمة، هذا ما يحدده الحكمة. نعم. هذا ما تحدده الحكمة. الحكمة هي التي تحدد ذاك الوقت. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا يتلهفون على كلامه وتشوقون ويحترقون شوقا انتظارا لكلامه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار أوقات مناسبة تناسب فيها القلوب للموعظة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب دكتور إسلام، يعني الملقب بأمير الشعراء، دكتور إسلام، أكيد بلا شك هذه الآية لها صلة بالآية التي قبلها، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم في شيء، ما وجه الصلة بين الآيتين؟ الله عز وجل في الآية يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اسمع، يؤتي الحكمة من يشاء. وهنا وقف أن الحكمة المراد بالحكمة، عندما تأملت في الآية أو قرأت أحد التفسير التي أعجبتني جدا، أن الحكمة هنا معناها توفيق الله عز وجل للعبد بأن يتجنب خطوات الشيطان. صحيح. فهذا نوع من الحكمة. يعني مثلا كون إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجزل عليك الفضل والعطاء بأن أنت تقدر تتجنب خطوات الشيطان ديت، أكيد ده نوع من الحكمة ونوع من الموهبة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للعبد. يعني ويذكر يعني مثلا الملابس التي نرتديها. صحيح. ماذا تستر؟ الأول أن تخرج مثلا وجها جميلا، وتخرج صحيح. شعرا جذابا، وتخرج يدا صافية، وتخرج صحيح. قدما حافية. نعم. ولكنها تستر عورة. نعم. وتستر سوءة، وتستر عزرة، وتستر أخبثين. نعم. صح.
صحيح. وتستر أشياء أخرى عزنا الله. إذن الملابس لا تظهر مننا إلا الجميل، لكن كذلك أفعال البشر ما يخرج منها، ما يخرج للناس يخرج منا الجميل، لكن القبيح ربنا سبحانه وتعالى ستره عن أعين البشر. أحسنت. فالله عز وجل يزل علينا ستره ويزل علينا فضله، فهذا نوع من أنواع الحكمة والعطاء الرباني. وفي نفس الوقت كون أن أنت تتجنب خطوات الشيطان وتتجنب الزلل وتتجنب الوقوع في المعصية، ده نوع من أنواع الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يهبه إلا لعباده الآيه. والله عز وجل يمكن خلقنا لحكمة سبحانه لذلك وتعالى لذلك, لذلك ربنا سبحانه وتعالى رتبها هكذا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحسنت بارك الله فيك. ويمكن هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على يعني على هلكته أو نفقته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولكن هنا يمكن دكتور عبد الناصر كتير يسأل من المشاهدين: طب ايه علاقة ده، احنا جايبين ما شاء الله شعراء معانا ونتكلم عن موهبة في الإسلام والشعر؟ عاوزين نقول ان من البيان لا سحرة، ومن الشعر لا حكمة. لا شك ان من مصادر الشعر له مصادر، الحكمة لها مصادر، من مصادرها القرآن، القرآن كله حكمة، والسنة كذلك حكمة، ومن مصادرها ايضا الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لا سحرا، وان من الشعر لا حكمة. والحديث صحيح. نعم. بعض يمكن الحكمة يعني عزنا الانقطاع، الحكمة قد تذكر في القرآن والمقصود بها السنة. نعم. كما يرسلون يطلع عليكم آياتنا. نعم. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. نعم. فهنا الحكمة يعني قد تكون مع السنة. نعم. قال: واذكرنا ما قال الله عز وجل أمر النساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال كثير من أهل التفسير على أن الحكمة هنا هي السنة، وكما تفضل قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. نعم. يعلمكم كتابه الحكمة ويزكيكم. فمعاني الحكمة السنة، والقرآن أيضا حكمة. ويكفي الحكمة فخرا أن الله عز وجل وصف نفسه بالحكيم، لو لم يكن لها فضلا إلا أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة وأثنى على نفسه بالحكمة فخرا. لذلك فعلا من أوتي الحكمة فقد، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحانه وتعالى. هي الحكمة عموما هي علامة على كمال الإنسان، وعلى قدر نصيبه منها يكون نصيبه من الكمال. لذلك فالأنبياء هم أكمل الحكماء، لأنهم قد كملوا، لذلك لديهم حكمة كاملة، وعلى قدر نصيب العبد من الحكمة يكون نصيبه من الكمال. وهذا أيضا متعلق. طيب. لو شخص مثلا أراد أن هو يصل لدرجة الحكماء ماذا يفعل؟ الحكمة أركان كثيرة جدا، والحكمة أركان كثيرة، منها أولا العلم الشرعي. العلم الشرعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث مهم جدا وخطير جدا، لأن بمفهوم العكس: من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. هذا أمر خطير، خطير جدا، لما هذا رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية على الفقه في الدين. نعم. رأس الحكمة، رأس الحكمة ومصدر الحكمة الأول هو العلم الشرعي، ويأتي بعد ذلك أمور أخرى، لكن الرأس والأساس هو العلم الشرعي. العلم الشرعي منه القرآن والسنة، وأيضا كما قلنا الشعر قد من مصادر الحكمة، كذلك التجربة وأمور أخرى تساعد الإنسان على تطوير حكمته وأن يصل لدرجة الحكماء. لكن كالرأس والأمر الأهم العلم الشرعي. وأمور ومن أهم الأمور التي تساعد على الحكمة أيضا التقوى والتجرد. يقول الله عز وجل: وأصدق القول قول ربي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية أي فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، هذه الحكمة. صحيح. يعني الإنسان يفكر يفرق بين الحق والباطل، هذه الحكمة. ويقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول أيضا: واجعلنا للمتقين إماما. هذا الإمام من شروطه أن يكون حكيما، إذا كان المأمومين متقون فكيف هو لابد أن يكون على قدر تقواهم أو يزيد. أحسنت. على قدر تقواهم أو يزيد. ورقم اثنين من أهم الأمور في الحكمة التجرد. لو لم يكن الإنسان متجردا لله عز وجل ومخلصا لله عز وجل لن يؤتيه الله الحكمة. كما قلت هي الرأس، رأس الأمر التقوى، وأهم الأمور التي تساعد على التقوى الإخلاص. صحيح. أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وعلى قدر إخلاصك يكون موهبة لله عز وجل، كما تقول الآية وتنص: يؤتي الحكمة من يشاء. لأن الله علق على المشيئة لابد هناك من أسباب، والله عز وجل لا يهب إلا للمخلصين. مثلا من المواقف المشهورة عند السلف أن أحدا من الأبناء سأل أباه، وكان أباه خطيبا مفوها بارعا في الخطبة، يبكي عيون وقلوب من يسمعونه.
يبكي علوبه وخلوه ما يسمعه. فقال له يا أبتي ما لك تقول الخطبة من هنا ويبكي الناس ويقولها فلان وهو أكثر منك بلاغة وأشد منك بيانا وأفصح منك لسانا ولا يبكون؟ قال يا ولدي ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة، يعني ليست المرأة التي فجعت بموت ولدها فبكت كمثل من يؤجرونها للبكاء. نعم ليست التي يشير إلى الإخلاص، لأن هذا الكلام يواجه به نفسه أولا، لأنها يقول يعني عن نفسه، لأنه يواجه كلام هذا لنفسه وبكاؤه يخرج من قلبه قبل أن يخرج من دمعه، لذلك فيؤثر، يجعل الله عز وجل له تأثير ويجعل الله له قبول. أما ذاك الذي يتصنع ولا ويوجه كلامه للناس ولا يخاطب به قلبه وكأنه ليس من المدعوين، هذا بلا شك ينتقص من أجره أولا، وينتقص أيضا من مقدار الحكمة، ولن يجعل الله لكلامه عز وجل قبل. أحسنت بارك الله فيك. طيب دكتور إسلام، يمكن أنت قلت أكيد بلا شك هذه الآية لا علاقة بالآية التي قبلها، شيطان عندكم الفقرة، وأن الله سبحانه وتعالى يستر عبده الذي يعصيه، ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قد يمهله مثلا للتوبة، يعني يعطيه فرصة مرة وأخرى. بما أننا ذكرنا الستر الرباني وإن الله سبحانه وتعالى يستر، أنت لك قصيدة ألفتها بعنوان اعتراف عاصي. أولا يمكن إحنا حابين النهاردة بإذن الله تعالى نسمع قصيدتكم بإذن الله وأنتم تلقوها، ويمكن بفضل الله ما شاء الله دكتور عبد الناصر لي أظن 3 قصائد ويألفها، والدكتور إسلام عبد الرحمن لي ما شاء الله ديوان كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن قصائدك في الديوان اعتراف عاصي، قبل كل قصيدة ما نسمعها تكلمنا عن قصتها، إمتى ألفتها وإيه السبب أو الدافع اللي خلاك تتجه للتأليف؟ طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى بيسد ستره على الإنسان خاصة لما يكون عاصي، لما بيجي يتوب هذا العاصي لما يجي يتوب بيوزع يعترف لربنا سبحانه وتعالى، أهم حاجة يعترف بها إيه؟ إن هو أخطأ من ربنا سبحانه وتعالى ستره. لذلك فأنا تحدثت على لسان أحد الوصاة فقلت إيه؟ يعني أمبارح سبحان الله لما أنت قلت لي حضر موضوع حضر عن الحكمة وهنتكلم عن الحكمة، فجيت أقرأ كده في كتب العلماء وفي التفسير، فلقيت الحكمة لها معنى كتيرة جدا. صحيح. لقيت لها معنى النبوة ومعنى الاتباع السنة زي الدكتور عبد الناصر مال، ومعناها الإصابة في القول، ودي استوقفتني الإصابة في القول والإصابة في العمل. كنا أنا أوظف الشعر في هذا الاتجاه الذي الهادف، يعني كنا أنا لذلك نسمع أشعار أبو العتاهية. أبو العتاهية كان شاعر يعني ماجن، كان الأول ماجن، لكن بعد ذلك لما تاب يعني قال لنا أشعار كتير جدا، أشعار جميلة وأشعار تدعو للتوبة وتدعو إيه وتدعو إن ربنا سبحانه وتعالى ندعو بها ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنصلي. يعني دائما كان الشيخ محمد حسان يقول إيه، لبست ثوب الرجاء والناس وقد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل هيبة ومن عليه الكشف. هذا ممكن واحنا بنصلي واحنا ساجدين نقول ربنا سبحانه وتعالى على هيئة جميلة تشعر الإنسان بثقة المعصيات. لذلك كنت أقول إلهي قد مرضت من الخطايا وألبسني الهوى ثوب البلاء وقادتني الأماني في طريق به شوك وما يغني حذائي، وقدمني الهوان إلى المعاصي فصادقت المعاصي من غبائي، وبت أعانق الأحزان وحدي وبات المكر يجري في دمائي، فبعد براءتي دنست عرضي وبعد طهارتي لوست مائي، ولا عجب فربي قد دعاني فلم أقبل من المولى دوائي، فإبليس اللعين أطاع ربي طوال الدهر يزعن بالولاء، فقال الرب لما أن عصاه أن أخرج من هنا واترك سمائي، ودار الدهر دورته سريعا لتسمع عن عجيب في بلائي، فإبليس اللعين قد اشتباني وفوضني الغواية في بهائي، وقال نظرت في الملوان دهرا فلم يسمع بمكري أو دهائي، فصار الجن تحت يدي جميعا وبات الإنس جزءا من ردائي، سلكت مسالك الشيطان حتى تعذر عن بني الدنيا هجائي، إلهي فلتسامحني لأني زللت وفضت الدنيا حيائي. الله جميل ما شاء الله ونعم الكلمات. أحسنت ربنا يبارك فيك. يعني ما شاء الله كلمات رائعة دكتور عبد الناصر من حبيبنا الدكتور إسلام، يعني ألفها بعنوان قصيدة بعنوان اعتراف عاصي. ويمكن أكيد بلا شك الشاعر بيبقى له مثلا نظرة أو رؤية غير التي يراها غيره، يعني مثلا شخص عادي بلا شك ينظر مثلا موقف ألمة بالأمة ينظر ليه موقف عادي بلا شك ما فيش تأمل، ولكن الشاعر أكيد بلا شك بيبقى له تأمل، ليه وجهة خاصة ورؤية خاصة به. طيب هنا يمكن السؤال، ألم يقل الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغابون؟ هنا بقى قد يقول قائل يعني ما المقصود بالشعراء هنا الذين يتبعهم الغابون في الآية؟
بداية حق القول قول ربي، يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. ابتدأ الله عز وجل بذم الشعراء تنبيها لنقطة أن أغلب الشعراء هكذا، لابد من تنبيه هذه النقطة أن أغلب الشعراء هكذا. ثم استثنى الله عز وجل تلك الصفوة المؤمنة المخلصة التي توجه شعرها كيفما يريد الله عز وجل. وأظن أيضا أن هذه الآية يمكن المقصود بالشعراء هنا أيضا هم المشركون الذين الشعراء من المشركين الذين آذوا وهجروا رسول الله. هذا هو سبب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شعر حسان كشعر الأعشى مثلا، ليس شعر من هاجى النبي صلى الله عليه وسلم كمن شعر من نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان حسان عندما يلقي شعره كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشد وروح القدس يثبتك، أي جبريل ينزل من السماء ليثبت حسان. ما نفع. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ليثبت حسان، ليثبت قلب حسن ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل جبريل أمين السماء، أمين وحي السماء، ليثبت حسن. حتى أن بعض القصائد حسن تنبأ فيها ببعض أمور وقال فيها بعض أمور تمت كما قال حتى فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول حسان كذا وكذا وكذا في فتح مكة سنفعل بكم وقد كان ما قاله. قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ليثبت. هذا كلام ألهمه الله عز وجل حسان. هذا هو الشعر. قال لما ذم الله عز وجل هؤلاء الشعراء الذين يتبعون الغاوون الذين تتفرهم تلك الصفات يقولون ما لا يفعلون، استثنى الله عز وجل منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. هذا ما فعله حسان، انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كان كل رسول من شعر حسان وشعر غيره من الشعراء من الصحابة الكبار عبد الله بن رواحة وغيره، يقول عن شعر عن حسان إن شعر حسان أشد على المشركين من نضح النبل. أنت لو رميناهم بنبل أقل من تأثير شعر حسان عليهم. فالعرب كانت تحب الشعر وتقدره. وقد فطر الله عموما، قد فطر الله خلق لأن ينجذبوا لكل ما يطرب آذانهم، ومنه الشعر. هذا أمر يطرب الآذان. فتأثير الشعر لا شك أقوى، والنصيحة به أبلغ، ومن استعمله في مرضات الله عز وجل فالدعوة سيكون النصح به أكثر تأثيرا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك ما شاء الله. من هنا بقى تتراكم للشعر، آن الأوان ما أن احنا نتعرف عن الموهبة في الإسلام وتميزكم ونشأتكم مع موهبة الشعر، وكيف تستطيعون يعني أن تجمعوا بين الطب وبين تأليف القصائد، وهل الشعر موهبة أم من عند الله سبحانه وتعالى أم أنها مكتسبة؟ كل هذه الأسئلة نعرف أجوبتها، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. بإذن الله تبارك وتعالى أحبتي بعد فاصل قصير نكمل الحوار مع الشعراء الدكتور عبد الناصر سليمان والدكتور إسلام عبد الرحمن، ولكن بعد فصل قصير فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى. سنعود.